بيان التظاهرة المهنية الحقوقية، النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة ليبيا، نقابة المهن الطبية المساعدة أجدابيا، السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، السيد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، السيد وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، إن العاملين بالقطاع الصحي والطبي انتظروا العام انتظروا لفترات طويلة موقفا إيجابيا منكم طيلة السنوات الماضية لإقرار حقوقهم المهنية والدفع بالعمل المهني ورفع الروح المعنوية والمادية لهؤلاء المهنيين في كافة تخصصاتهم، وقدموا كل ما لديهم بكل إخلاص من أجل الواجب وفداء للوطن، ولم يتوقفوا عن العمل عندما توقف الجميع إيمانا منهم برسالتهم وواجبهم الإنساني، وما زالوا مستمرين إلى هذه اللحظات المهمة. ولكنكم للأسف تنكرتم جميعا لتلك التضحيات ووضعتمونا في آخر حساباتكم الوظيفية. عليه نطالبكم بتنفيذ حقوقنا كاملة والمتمثلة في الآتي: أولا، إصلاح منظومة قطاع الصحة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للعمل الطبي داخل المستشفيات والوحدات الصحية والخدمية في كافة تخصصاتهم. ثانيا، تنفيذ زيادة المرتبات لجميع العاملين بقطاع الصحة والمستشفيات مع صرف الفروقات المالية من تاريخ الاستحقاق وصرف علاوات التمييز والخطر لمستحقيها. ثالثا، صرف مكافآت جائحة كورونا لمستحقيها دون تمييز. رابعا، الإفراج عن المرتبات المتوقفة للعاملين بقطاع الصحة والمستشفيات. خامسا، إلغاء قرار ضم إدارة الرعاية الصحية لوزارة الحكم المحلي لما يترتب على هذا القرار من إرباك وتداخل الاختصاصات الفنية والعلمية. سادسا، تفعيل قانون التأمين الصحي للعاملين في القطاع الصحي والطبي، ونمهل حكومة الوحدة الوطنية مهلة 5 أيام لتنفيذ هذه المطالب. ونطالب النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة ليبيا ونقابة الأطباء ونقابة الصيدلة ونقابة طب الأسنان إعلان حالة الاعتصام في حالة عدم الاستجابة، وتتحمل حكومة الوحدة الوطنية أمام النائب العام وجميع السلطات البرلمانية والرئاسية ما قد يترتب من أضرار جسيمة أو انهيار القطاع الصحي والطبي في الدولة الليبية. صدر في مدينة إجدابيا 10 من رجب 1044 هجري الموافق 31 يناير 2023 التظاهرة الحقوقية المهنية للطبية المساعدة بمدينة إجدابيا.